بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نبقى منتبهين جدا لما يحدث في القطاع الزراعي، لان الخطوات اللي بتتخذها الدوله النهارده هي لم تكن يحلم بها المزارع المصري. احنا لما بنيجي نتكلم عن القطاع الزراعي وطبيعته في مصر، تاريخ مهم جدا، ودايما بقول ان الفلاح المصري علم الدنيا الزراعه حضاره. بتكلم دايما عن الاراضي القديمه والخير اللي موجود فيها، بتكلم دايما على نهر النيل شريان الحياه وازاي ان احنا نستفيد منه ونعظم الاستفاده من كل قطره مياه. احلام وامال وطموح، الفلاح دايما كان بيتكلم على مشاكل وهموم كان بيتمنى ان حد يسمعه. النهارده في هذا التوقيت احلام الفلاح واماله وطموحه بتتحقق على ارض الواقع من خلال مشاريع. واللي مش منتبه لده لازم يبقى عارف ومتأكد ان النهاردة الدولة ابتدت فعلا في منظومة حديثة، ابتدت تشتغل على محورين مهمين جدا، ان انا عندي اراضي قديمة لازم اعظم الاستفادة من هذه الاراضي، وعندي هدف مهم جدا وهو زراعة الصحراء واستصلاحها، وده مش سهل لازم يتطبق فيه العلم. بالنسبة للاراضي القديمة او للفلاح المصري، المشاريع اللي تم تنفيذها، مش بتكلم على خطط خمسية او عشرية او وضع حجر اساس، المشاريع اللي ابتدت الدولة فيها فعلا. احنا النهاردة بنتكلم على تبطين الترع على مستوى الجمهورية، وفي معدل تنفيذ قوي جدا وجميل مفرح على ارض الواقع، ان انا يبقى عندي تبطين للترع. في نفس الوقت مشروع تطوير الري الحقلي، وان انا يبقى عندي محبس لكل مزارع على راس الغيط. اطلاق مشروع مهم جدا وهو مشروع تحديث الري بالتنقيط والري بالرش. دي كلها مرتبطة بمنظومة مهمة جدا، بمنظومة إنتاجية، لأن أنا استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه هيوفر لي كميات أقدر أستصلح بها أراضي جديدة، هيعظم الاستفادة من الأسمدة، هيزود الإنتاج من المحاصيل المختلفة، لأن هو هيقضي لي على مشاكل كتيرة جدا كانت بتعاني منها التربة زي تطبيل الأرض أو أعفان الجذور. فالنهاردة هذا الملف، ملف المياه، يؤدي بالدرجة الأولى إلى زيادة الإنتاج. نقطة تانية، لما جينا نتكلم على العشوائيه اللي موجوده في القطاع الزراعي وتفتت الحيازات، النهارده الحيازه الالكترونيه تقدر تديني رقم واضح علشان يبقى في رقم سليم امام متخذ القرار، مساحه المحاصيل المختلفه المنزرعه، متوسط الانتاج على مستوى الجمهوريه، ده يديني رؤيه القطاع الزراعي بيوفر لي ايه وبيقدم لي ايه بالنسبه للاقتصاد المصري. ده جزء. في جزء مرتبط بالثروه الحيوانيه وهو مشروع مهم جدا، مشروع قرض البتيلو. أنا لما كنت بتكلم مع المزارع كان بيقول لي، كنا بنسمع زمان على مشروع قرض البتيلو، كانوا بيقولوا في مشروع قرض البتيلو، هو احنا فين وده فين؟ ده اللي بياخده الناس للوصلة. النهارده قرض البتيلو المزارع بيروح يقدم عنه في إدارة الإنتاج الحيواني أو في البنك الزراعي، واستفاد منه عدد كبير جدا، أدى إلى استقرار قطاع الثروة الحيوانية في مصر. إذا كنا بنتكلم على المشاريع القومية المرتبطة بالزراعة، 1.5 مليون فدان مرحلة أولى. بنتكلم على 100,000 فدان صوب زراعية تم تنفيذها. بنتكلم على مشروع بركة غليون المرتبط باستزراع السمكي. بنتكلم على الدلتا الجديدة. مشاريع مهمة جدا كلها تقدر تحافظ على الأمن القومي الغذائي للمصريين، لأنه من أهم الملفات في أي دولة الأمن القومي الغذائي. بدأت مع حضراتكم من فترة الحديث عن دور الأعلاف الخضراء في تنمية الثروة الحيوانية. في البداية كنت أجهل هذا الملف، كنت أعرف الخطوط العريضة والعناوين الرئيسية، لكن بعد عدد من اللقاءات مع الدكتور مصطفى عبد الجواد أستاذ الأعلاف بمعهد المحاصيل الحقلية، قدرت أعرف قد إيه إحنا عندنا خير ممكن نستفيد منه، قد إيه إحنا نقدر نتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء علشان يبقى فيه تنمية حقيقية للثروة الحيوانية، معدل جيد جدا بالنسبة للتحويل، بالنسبة للحوم الحمراء وإنتاج الألبان. ملف الأعلاف الخضراء من الملفات المهمة. برحب بحضرتك الاستاذ دكتور مصطفى عبد الجواد، الاستاذ المتفرغ بقسم الاعلاف معهد بحوث المحاصيل الحقليه. نورتني يا دكتور. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين مصر الزراعه. النهارده عايزين في بدايه موسم صيفي نقول التوقيت اللي احنا فيه ده، احنا في اول شهر 5، ايوه، مايو، ايه المحاصيل اللي انا كمزارع لو انا هزرع اعلاف اسال عليها واجي لك القسم واروح اسال فيه المحطات المختلفه؟ بالنسبه لمحاصيل العلف صيفية عندنا 5 محاصيل أعلاف صيفية، والسادس 6 يعتبروا 6 أعلاف، 6 محاصيل أعلاف صيفية. عندنا الدخن، عن نتكلم عن الأعلاف النيجيلية الأول، الدخن، حشيشة السودان،
الذرة الريانة، السرجم، العلف، ده كلها دي محاصيل نجيلية. أما المحاصيل العلفية البقولية عندي لوبيا العلف وعندي الجوار، يبقى ست محاصيل علف فوق الممتازين. المتوسط الإنتاجية من المحاصيل النجيلية ما بين من 60 ل 70 طن، قد يصل ل 80 طن في الدخن في بعض المناطق لأنه بيحب الجو الحار شوي. يليه الذرة الريانة، الذرة الريانة دي باخد منها لو الزرعة دلوقتي اخد منها اربع خمس حشات عشان ميعاد تزهيرها في اخر تسعة، يعني حد اول عشرة بقدر اخد محاصيل علف. يبقى انا بحمي المزارع من السوق ومن استغلال السوق ومن اللي اقول لك حشيشة الفرس او الاعلاف المركزة او الى غيره. لا، انا في قسم بحوث محاصيل العلف انتجنا حوالي ست محاصيل علف اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول، وكل محصول ده بيديني من ثلاثة لاربع حشات. يعني الذرة الريانة ممكن تديني أربع حشات أو خمس حشات، في ناس بتخليها لحد موسم زراعة القمح وهو بياخد محاصيل علاف. بس المهم الزراعة، طريقة الزراعة، إن أنا ما زرعش بدار محاصيل العلف، بتزرع زي أي محاصيل نقدية الأخرى. يعني لو زرعنا ذرة بنهتم بيها، لو زرعنا فول سوداني بنهتم بيه، لو زرعنا سمسم بنهتم بيه كله. يبقى محاصيل العلف ما تقلش أهمية عن هذه المحاصيل، وبعد كده أجي أشوف هي جابت قد إيه. الستين سبعين طن أو الخمسين ستين طن كمتوسط المحاصيل النجيلية دول تمنهم قد إيه، وشوف المحاصيل النقدية الأخرى بتجيب قد إيه. فالمحاصيل العلف دي محاصيل غاية في الأهمية، وخاصة لمربي الإنتاج الحيواني أو المزارع اللي بيقتني من 2 لـ3 حيوانات. ما يقدرش لو تبع السياسة الصنفية في المحاصيل دي، ما يقدرش يروح للمحاصيل المركزة ولا يروح للغلاء، وهياخد إيه خير متواصل من محاصيل العلف المختلفة. أنا كفلاح إزاي أختار الصنف اللي يناسبني؟ إيه هي محددات اختيار الصنف عشان أزرعه؟ شوف، إحنا عاملين سياسة صنفية للمحاصيل العلف. إحنا عندنا ما شاء الله ست محاصيل، وفي اتنين إن شاء الله اتنين هاجين، واحد من سخا وواحد من سيتس، هيبقوا 8 إن شاء الله السنة الجاية. أختاره إزاي؟ أنا بزرع دخن، يبقى أزرع دخن ده، يبقى الدخن ده عاوز جو حر، عاوز وفرة في المية شوية، يبقى أزرع الدخن ده، يبقى أزرع في طبعا في عامة الجمهورية، وخاصة بيديني إنتاجية زيادة في من مصر الوسطى والجنوب. يعني مصر الوسطى والعليا كل أزرع الصعيد، يعني الصعيد أزرع، هو بيحب الحرارة والمية، بيحب الحرارة أو المية. وفي نفس الوقت الصنف ده اسمه شندويل واحد، إحنا منتجين أو مستنبطين الصنف ده في محطة شندويل في سوهاج، فده غاية في الأهمية. بس أهم شيء بقول للمزارع أو للمربي اللي بياخد الدخن ده، لازم يبقى عنده دراية إنه يزرع إزاي. بعض الناس اللي هو حشيشة الفرس اللي بيجوها في السوق ده يبدر ويروي وخلاص، لا، أنا بزرع على خطوط في جوار، بعمل له اقتناء زيه زي محصول الذرة. بزرع في جوار على خطوط، وممكن أزرع من الخط من على الرشتين لو الخط كبير، أخد محصول عالي جدا. واجي بقى في أثناء الحش، لسه هنتكلم عن التسميد وغيره، اسيب في الارض اهم شيء من 10 لـ12 سم. انا بتكلم عن طريقه الزراعه دلوقتي دي تهمني. بس في حاجه، هو بيتحمل ملوحه الميه لكام درجه، كام جزء في المليون؟ لا، الدخن ده طبعا ملوحه الميه بتختلف من تحملها على حسب الصنف اللي نزرعه. لو انا هزرع حشيش السودان دي بتتحمل لي لحد 3500 جزء في المليون. 3500 جزء في المليون. 3500 جزء حشيشه السودان. يعني يا جماعه السودان، احنا بنتكلم على استفاده من مواردنا. في ناس يقول لك درجه الملوحه عندي مرتفعه، مش عارف ازرع ايه، انا لازم ازرع رز، بزرع كل حاجه عندي. طب ما انت هتزرع محصول الارز مش هتعرف تبيعه، انا مش هاكل اكتر من احتياجي، انت النهارده هتؤدي الى انخفاض السعر في السوق. طب انا محتاج يبقى عندي تكامل في المحاصيل، انا عندي ثروه حيوانيه بستوردها اعلاف بمليارات الدولارات سنويا. النهارده اي فدان بيتم زراعته بالاعلاف الخضراء هو يعني دعم حقيقي للاقتصاد المصري. طب ما نركز مع بعض شويه، انت النهارده هتزرع الرز هيحصل ازمه عشان في معروض كتير، تبتدي تشتكي مش عارف تسوقه. طب النهارده لو انا عندي اعلاف متباعه من قبل ما تزرع، 3500 جزء في المليون في
يعني احنا لما نيجي نعم في حشيش السودان طيب هنكمل بس الاول معايا استاذ محمود من الاهليه. اتفضل استاذ محمود. استاذ محمود السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مستمع طيبين استسامح انت وتنصار وحضرتك بالصحه والسلامه. الله يبارك فيك. والنبي بس بعد اذنك احنا عايزين الدوله تتوسع في اعلاف الدواجن لان النهارده الذره رفعت ثاني والاسعار مش مجنيه ولا ارتفاع الاعلاف كل اسبوع الاسعار بتعلى. النهارده طن العنب وصل 8400 جنيه و 8500 جنيه للمربى الصغير. دايما بتتوسع للمواشي بتتوسع للدواجن سواء ذره سواء صويا عشان هو انت مشكله الدواجن في حاجه واحده بس. انا بضم صوتي لصوتك طبعا بس هي مشكلتها ان هي لازم بيتم التصنيع يعني محتاجه مجفف محتاجه فراقات محتاجه مصانع. الكلام ده ما هوش صعب الكلام ده المفروض احنا ننفذه هو ما فيهوش نوع من الصعوبه. طب لامتى نستورد يا فندم؟ احنا كله على طول كل مخلات الانتاج كله استيراد. كلامك سليم انا موافق على كلام حضرتك. اهلا لي. هو بيقول لك اشمعنى مهتمين بالمواشي؟ احنا كمربيين دواجن عايزين اعلافنا برضه. حشيشة السودان بتتحمل لغايه 3500 جزء في المليون. قلت لي بتحب الميه. هل بتحب الميه؟ لا اللي حشيشة السودان بتوفر ميه عن الدخن. تمام. الدخن اللي هو الشره للميه عاوز ميه كتير باستمرار. انما حشيشة السودان دي بيبقى عليها طبقه شمعيه دي بتتحمل الحراره بتتحمل الجفاف. الطبقه الشمعيه دي بتحميها وبتخليها تتحمل شويه من الايه من الحراره العاليه وفي نفس الوقت بتقلل عمليه النتح علشان ما تحتاجش ميه كتير. تحديث الري هدف ان انا دلوقتي يبقى عندي ري بالتنقيط او ري بالرش. هل الاعلاف ينفع ان انا اروي بيها ري حديث ولا لازم غمر؟ لا لو رويت ري حديث في الاعلاف هاخد ضعف الانتاجيه لان انا هدي للنبات احتياجه بالظبط عشان اخد اعظم منه اعظم انتاجيه. ايوه. فانا بدل ما اخد الميه اللي بيروي ري غمر ده بيروي على المسقه كده يفضل كده لحد ما يملاها للاخر وبعد كده الميه دي ما هي في جزء منها بيتصرف في بطن الارض ما احنا اولى بيه ان انا ادي له احتياجاته. انما الري الحديث الري بالتنقيط وخاصه بالتنقيط ده هيوفر اكتر من نص كميه الميه المستهلكه وهيدي لك حشات قد كده هيزيد حشتين على الاقل لان هو بيدي لك الاحتياجات بتاعه بدل ما الجدر يعفن من كتر الميه اللي هي بتصل ليه لا ده بيديله الاحتياجات المناسبه ليه فبتلاقي النمو بتاعه سريع جدا. فتبص تلقى ال 45 يوم اللي احنا بناخدها في الري بالغمر ده في الحشه الاولى في الدخن لا انا ممكن اخدها في الري بالتنقيط ده على 35 37 يوم. ممتاز. طيب استاذ عامر من الفيوم اتفضل. استاذ عامر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا باشمهندس. الحمد لله يا فندم. حضرتك الدخن انا زرعته بس عايز اعرف طريقه الري بتاعه من الدكتور مصطفى. انت زرعت امتى؟ زرع بقالي 12 يوم. 12 يوم. زرع عايز اساله على حاجه في طريقه الزرع. قال لي زرع بور زي ما قال لي زرعها الخط من الجنبيه. ماشي. وارضنا ارض طينه مش ارض رمليه. ماشي يا عم عامر. انت فاني مكان في الفيوم يا عم عامر؟ الفهميه يا باشمهندس. في الفهميه. الفهم سؤال تاني يا باشمهندس. ايوه. انا عندي دلوقتي فدان ونص دورة شامي عايز اعرف النوعيه اللي هي تمشي في الكماره اللي هي تدي معايا انتاج كماره. ده حاضر. حاضر. اولا بالنسبه بشكر حضرتك يا استاذ عامر. بالنسبه لسؤال الدخن انت زارع على الرشتين حاجه كويسه قوي جدا بس تزرع على المسافات اللي احنا بنقول عليها. وبعدين انت حاطط الارض سمدتها ولا انت زرعت على من غير تسميد؟ اذا ما كنتش سمدت اذا ما كنتش زرعت من غير تسميد يبقى هتضطر ترمي ازوت زياده شويه علشان نعوض عمليه السبخ او السماد البلدي اللي احنا قايلين عليه. طبعا انتوا بتغفلوا عنه وخاصه ارض طميه في الفهميه ارض طميه ارض فيها نسبه ملوحه فكان الافضل لك يا عمي ان انت تزرع حشيشه السودان. حشيشة السودان دي بتجود في الارض الملح اللي فيها كميه ملح كتير وطميه طبعا معروف ان معظم ارضها في نسبه كبيره من الملوحه. اما لو كنت انت زرعت على خطوط وزرعت برضو الدخن هيمشي معاك زي الفل بس انت ساعه في الري ما ترويش للاخر وفي نفس الوقت ساعه التسميد برضو لازم تسمد بالحكمه
يا اما تدوب السماد في برميل وتسيبه على ميه الري، يا اما تلقم للنبات كده كل نبات قدامه شويه كيماوي علشان يقدر يستفيد منه. وفي نفس الوقت ساعه تحش لازم تسيب من 10 ل 12 سم في الارض، عشان ال 10 ل 12 سم في الارض دول هم اللي هيدوك الحشات التاليه اللي بعد كده. العقد الصغيره دي هي بينمو فيها بقى نموات حديثه، النموات الحديثه دي هي اللي هتديك الحشه الثانيه والثالثه والرابعه. تمام. فانت يعني شد حيلك كده فيها. اما بالنسبه لسؤال الذره الشامل اللي هتتعمل كماره، اي هجين ينفع، ولو زرعت هجين فردي 10 اللي مستنبط برضه في معهد المحاصيل ده يبقى فوق الممتاز. لو عاوز تزرع صنف اصفر يبقى هجين فردي 168. لو زرعت اي صنف في السوق هاي تك غيره واتبعت التعليمات كويسه هتاخد من 20 من 18 ل 20 طن سيلاج من الفدان. تمام. استاذه رانيا من المنيا اتفضلي. السلام عليكم يا استاذ سيمة. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت عايز اسال الدكتور مصطفى، ينفع نزرع حاليا البسيم الحجازي؟ اسالها يا دكتور. ايوه حاضر. هي ارضك شكلها ايه؟ طينيه في الجبل؟ طينيه. لا دي ارض طينيه. بص يا استاذه رانيا، البرسيم الحجازي احنا ما بننصح فيه، ما بننصحش بيه في الاراضي الطينيه. الاراضي الطينيه دي ثروه كبيره، فاحنا نعمل لها اهدار ليه؟ احنا بننصح بالبرسيم الحجازي في الظهير الصحراوي. اذا كنت في المنيا في اي مكان في الظهير الصحراوي هتجودي وهتجيب انتاج اكتر. دي حاجه بالنسبه لل عندي عقول صغيره وانا عايزه اعمل لها تسمين وبحيث ما يبقاش مكلف، يعني انا عندي الارض هي عندها مواشي فعايزه تاكل الحيوانات بتاعتها، تنصحها تزرع ايه بقى؟ ايوه انا عندك دلوقتي لو عاوزه تزرعي بقولي عندك لوبيا العلف، عاوزه تزرعي نجيلي عندك الدخن وعندك حشيش السودان وعندك الذره الريانه، هتاخدي منهم اربع حشات. انت في الوقت ده في بعض المناطق عندكم بيزرعوا جيزه سته البرسيم فيها كتير، ممكن تعملي دريس وتوكل الحيوانات بتاعتك الدريس اللي هو الناتج دلوقتي، انما بعد طبعا 10 ايام هيبتدي تربيه البرسيم مش هينفع الدريس. انما انت دلوقتي انصحك ان انت تزرع الاعلاف الصيفيه اللي هو الدخن والذره الريانه وحشيش السودان ومعاهم لوبيا العلف. يبقى بقولي مع نجيل مركز ست للبخوص حضرتك دول؟ نعم هلاقيهم، هلاقي المحاصيل دي في مركز سيتس للبحوث. التقاوي هتلاقي، تروح عند الدكتوره ماجده نادي في محطه بحوث سيتس هتلاقي الدخن وهتلاقي الذره الريانه وهتشوفي اللوبيا كانت موجوده. كان كل محطه بحوث سيتس دي بممثله للوجه القبلي، فهتلاقي فيها كل حاجه. حتى لو ما كانش موجود عنده هيبعت يجيبوا لك، انما هم عندهم دخن وعندهم ذره ريانه وعندهم حشيش السودان. تمام ماشي، شكرا يا دكتور. لا العفو. الدخن والذره الريانه وحشيشه السودان. احنا اتكلمنا عن الدخن وقلت لي بيتحمل لغايه حشيشه السودان لغايه 3500 جزء في المليون. في المليون. انا عجبتني الكلمه دي لان في ناس بتقول لك ايه الثروه الحيوانيه مع اللحوم الحمراء، احنا ما عندناش مراعي طبيعيه والاعلاف شرهه في استهلاكها للمياه واحنا كده هنقع في ازمه. لا انا بقول لك ان انا عندي الاراضي الصحراويه نسبه الملوحه فيها كلها تتراوح ما بين ال 2000 لغايه ال 3000 وال 4000 جزء في المليون، محاصيل كتيره جدا بتفشل بسبب ارتفاع نسبه الملوحه. انا النهارده اللي انا محتاجه ان انا استهدف مناطق معينه بزراعه هذه المحاصيل، ازرع فيها اعلاف في اماكن في الاراضي القديمه. حضرتك قلت لها لو ارضك طينيه بلاش. طب احنا عندنا المحاصيل العلفيه البقوليه، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في بعض الاماكن يقول لك الملوحه مرتفعه اي محصول عندي ما بيجيبش انتاجيه، بزرع الذره ما بتنجحش، بزرع اكتر من محصول فشل. طب انا عايز ازرع رز وبسمع الكلام ده من حضراتكم، طب ما تيجي مع بعض، احنا محتاجين اعلاف فاحنا محتاجين نزود في المساحات المنزرعه. التقاوي يا دكتور، معاملات التقاوي قبل الزراعه. التقاوي انت ما يهمني في معاملات التقاوي قبل الزراعه ان الارض قبل الزراعه تكون محروطه حرته كويسه، سكتين متعمدتين والتسويه والتخطيط بس مش اكتر من كده. وبعدين لو حطيت سباخ بلدي قبل التسويه ده يبقى كتر خيرك ويبقى 10 على 10 ياخد انتاج حلو قوي وخير كتير قوي. ما كانش كده الوقت مزنوق وما فيش مكان وقت ان انا اجيب سماد بلدي، حط 6 شكاير سوبر فوسفات هتمشي معاك برضو زراعيه. وبعدين اللي انا عاوز اقوله ان محاصيل الاعلاف تكون حيث لا يجود محصول اخر. تمام. يعني محاصيل الحبوب الاخرى الذره القمح اللي مش عارف ايه لو انت زرعتها في مكان
ما تجودش شويه ويقول لك دي بتتحمل الملوحه قد كذا ونقص الميه، انما لو زرعت محاصيل اعلاف دي مالتي كات متكرره الحش، فبتنفع الوقت الميه لما بتحضر بتاخد منه حشات كتير، الميه بتقل بتتعطل شويه في حشه، انما محاصيل الاعلاف تجود حيث لا يجود محصول اخر. محاصيل الاعلاف تجود حيث لا يجود محصول اخر. اللي عنده ازمه في الارض ومش عارف يعمل ايه نبتدي نستصلحها بطريقه جديده. اولا احنا لازم نشوف رينا شكله ايه، الصرف بتاعي لو في مشكله تعالوا نساعد بعض ونحاول نوصل رسالتكم وصوتكم للمسؤولين. النقطه الثانيه ان انا ازرع صنف من الاعلاف البقوليه مناسب، يبقى انا كده حليت المشكله اللي عندي. ممكن نتكلم على ايه تاني غير الحشيش السوداني والدخن؟ دور الريانه. دور الريانه تسالنا عنها. دور الريانه دي كلها يعني محصول عظيم جدا وكويس قوي قوي قوي، وبيديني محصول اخضر لحد شهر 10 لحد نص 10 لحد ما الناس بتجهز للقمح، بيشيل الريانه ويجهز للقمح ويزرع. بتاخد اربع حشات، وبعدين الدور الريانه فيها ميزه ان التفريع بتاعها عالي جدا، الورق بتاعها كويس يعني البلاتابيليتي او يعني الحيوان ما بيخليش منها حاجه يعني بياكلها كلها، لان هي غضه وورقتها عامل زي ورقه الدور الشامي، فالاستساغه بتاعتها عاليه جدا. فالحيوان فانا بس اهم شيء في الدوره الريانه دي، ودي واجب بحري كله بيزرع دوره ريانه، بالاضافه للدخن، بالاضافه للحشيش السودان في الارض اللي فيها ملوحه زي دمياط وفرسكور والحتت ديت او الشرقيه والاماكن اللي فيها ملوحه بنقول له مزرعه حشيش السودان. انما الدوره الريانه دلوقتي اكتسح كله في وجه بحر، كله بيزرع دوره الريانه، حتى ان بعض منهم بيجيب انتاج بذره من الدوره الريانه بعد ما ياخد ثلاث حشات، يقول لك اخلي الحشه الاخيره واخد منها شويه تقاوي عشان ما اشتريش وبتاعه، هو طبعا فكره كويس عشان يوفر ليه. صح. طيب استاذ ابراهيم من الاقصر اتفضل. تعالى استاذ ابراهيم. السلام عليكم فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكر حضراتكم على المجهود اللي بتعملوه. العفو. الله يعزك. العفو. بسال الدكتور حضرتك حشائش النجيله ازاي اقضي عليها يعني في الارض الطينيه؟ حشائش النجيليه؟ النجيله مالها؟ عاوز اقضي عليها من الارض يعني. عاوز تقضي عليها من الارض، الارض فيها حشيشه؟ ايوه. وانت زارع ايه؟ كنت بزرع مثلا ثوم وبصل وبعدها ملوخيه. يعني انت عندك الارض موبوءه بالحشائش؟ ايوه. النجيلة. ما جبتش حد بص من المتخصصين يقول لك نوع الحشيشه دي ايه؟ لا هي النجيله اللي هي النجيله. أيوة. نجيله. حاضر. بشكرك يا استاذ ابراهيم. استاذ فارس من المنوفيه اتفضل. الله يبارك فيك. اللي حضرتك اللي عندي قطعه ارض 45 قرار، الجار قام كسر الحوض بشكوى كيديه، ها ان احنا بنين في ارض زراعيه، ان احنا بنين في ارض زراعيه، والارض عندنا دلوقتي اصبحت ملهاش اي مروه، ها وبيهددنا دلوقتي ببور الارض. طلبك ايه؟ طلبي ان انا عايز دلوقتي حد مسؤول اتكلم معاه يوم لان بتوع الزراعه هنا مش حضرتك مش انت عايز تقول ايه؟ اسمعني بس. نعم. عايز تقول ايه للمسؤول؟ قول لي انت عايز تقول له ايه؟ عايز اقول له تعالى قوم اعمل لي معاينه، لان بتوع جمعيه زراعيه عندنا في شنشور مركز اشمون عملوا معاينه بدون علم وهدوا المروه الرئيسيه اللي واصله ليا. انا بسال سؤال، هي انت الارض بتاعتك بتقولي كام ايراد؟ 25. القطعة دي 45 قراط. 45 قراط. تمام؟ لها مروة لوحدها. تمام. انت بقى بنيت على كام في المية منها؟ ما بنيتش على حاجة فيها حضرتك. يعني ما فيش مباني عليها دلوقتي؟ لا ما فيش مباني عليها حضرتك. الجار بقى هد لك المروة اللي أنت بتروي منها. هد الحوض الرئيسي اللي إحنا بنروي من عليه. طيب. لما الجمعية جت عينت عملوا إيه في المعاينة؟ اثبتوا ان المباني اثبتوا ان الحوض مد جديد، رغم ان الحوض احنا بحضرتك مجددينه لان الميه كسرته جددنا الحوض، وبالتالي كان الحوض ده مبني مع مباني الجار اللي هو ايه اشتكى. تمام. انا هحدد لك ميعاد مع السيد وكيل وزاره الزراعه وتروح تقابله، ممكن؟ ده انا لو عايز دلوقتي اروح ارقد قدام مكتبه واروح حضرتك. لا هنحدد لك الميعاد وهنتصل بيك، زملائي في الاعداد هيكلموك وهيبلغوك تروح له امتى. حاضر. بشكرك. الحشائش اكلمك كفحتها. بالنسبه للحشائش النجيليه اللي الاخ كان بيسال عليها ديت، الحشائش النجيليه دي لها مبيدات متخصصه
زي السلكت او السوبر فيزوليت. لو انت زارع بقولي مثلا صويا او لوبيا علف ولا بتاع والارض موبوءه بالحشائش النجيليه، رش بقدر المستطاع السلكت في الاول والسوبر فيزوليت رقم 2. الاثنين دول متخصصين هيقضوا لك على الحشائش النجيليه النجيل بمعنى اصح، او لو فيها كمان ايه ذره برضو النجيليه، اي هيضلك على كل الحشائش الغير بقوليه، السلكت او السوبر فيزوليت. السلكت هتحط 3 سم على اللتر، السوبر فيزوليت هتحط 4 سم على اللتر. التراكيب العلفيه يا دكتور مصطفى، التراكيب العلفيه دي موجوده صيفا وشتاء، وكل المربين بيشتغلوا منها. يعني بعض الناس اتصلوا بيا انا عاوز ازرع التلت لوبيا والتلتين نجيلي على حسب المتاح لي. هو طبعا واعي لانه شايف، قال لي انا جربت العمليه دي السنه اللي فاتت، فطبعا كان هو ما يقدرش يزرع البقولي مع النجيلي في وقت واحد لان النجيلي بيضلل على البقولي فما ياخدش منه محصول. أيوه. فبيزرع لو عنده فدان بيزرع 8 قراريط لوبيا علف ويزرع 16 ايراد دخن او حشيش السودان او ذره ريانه، ويجي في ماتشنج ما بين او توافق في الحش ما بين لوبيا العلف والدخن وحشيش السودان. اما الريانه بتتاخر شويه بحش ياخد الحشه الاولانيه على 55 60 يوم، فهو بيأقلم نفسه وبيظبط المواعيد بتاعته بحيث ان هو بياخد شويه بيحش الاكل الحيوانات بتاعته، بيحش التلت لوبيا او التلت بقولي والتلتين نجيلي. التلت لوبيا هو ناصح ليه، لان اللوبيا غنيه في الكالسيوم والبروتين، والنجيلي غني في الفوسفور والطاقه، فالاثنين مع بعض بيعملوا تكامل فبيستغنى عن الاعلاف المركزه في اكل حيواناته بالنسبه للي متربي حته او اثنين او ثلاثه او اربع حيوانات. انا برضو هرجع للنقطه اللي حضرتك كنت بتكلم فيها استاذه رانيا من المنيا، بس الاول معايا استاذ عبد الوهاب من اسوان، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا انتوا طيبين يا باشمهندس. حضرتك بالصحه والسلامه. الله يخليك. لو سمحت يا باشمهندس، احنا في اسوان عايزين نعرف مصدر التجاوب بتاعت الاعلاف دي زي حشيشه السودان وكده، لان انا عندي ملوحه في الطلبه. والله ملوحه كام جزء في المليون؟ حوالي 2.5 2000 ونص. 2000 ونص جزء في المليون. انت فين في اسوان يا حاج عبد الوهاب؟ انا في وادي الصعيده. احسن ناس. ممكن يجيب منين يا دكتور؟ بالنسبه حضرتك انت اسهل طريقه ان انت تاخد منها حشيش السودان او الدخن او الذره الريانه من مركز البحوث الزراعيه. طبعا هتقول اقول لك في شندويل، ممكن تروح شندويل يعني، انما الامن لك ان انت يكون لك واحد قريب في مصر ولا معرفه ولا نازل مصر وجاي، اديله تليفوني ويروح او قسم البحوث محاصيل العلف ويسال على الشيخ علي درويش، هيديله التقاوي ويوصلها لك في نفس اليوم او يشحنها لك او اي حاجه. انما طبعا في مركز البحوث الزراعيه بالجيزه. بص يا حاج عبد الوهاب، اتفضل. الاعداد هيدي حضرتك رقم الدكتور مصطفى. تمام. وتواصل معاه بقى ما تسيبوش. تمام. حاضر. بشكر حضرتك، شرف لينا والله. العفو. لا العفو. العفو. استاذ محمود من الجيزه اتفضل. اهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا من سور قريه مركز اصفيه محافظه الجيزه. انا فندم. اهلا بيك. اهلا سامعك اتفضل. بنتكلم دايما على التنميه ومثل الدوله بيتكلم في الملايين وبتسوب الطرق الجانبيه في بعد عمليه التطين، الطريق بايظ جدا جدا جدا. عندي مزرعه ما بقدرش حتى اخش مزرعه بعربيه العلف، نتيجه ايه؟ ان الارض كلها حفر، وبعد ما بيخلص عمليه التطين بيبوظ الارض امام الجناب. معايا يا فندم؟ معاك سامعك. وزاد حتى مهندسه الري المهندسه اميره، وانا بكلمها بقول لها ازاي حتى وانت بتعملي التطين تخش تجرف من الطريق اللي المفروض عرضه 6 متر 8 متر وضيقته لحوالي 3 4 متر، نتيجه ايه؟ انه ما يكلفش ايه؟ ان يجيب ترابي يردم المشروع نفسه. فالطريق بايظ جدا جدا جدا، مساحته حوالي 5 كيلو. الشكوى كلها بالطريق، منين لفين؟ من مشروع اللي هو صرف تري صول بجزيره صول من مخر صول لحد طريق الخرماء. طيب. أنا طبعا هتابع مع المسؤولين عندك. موجود، وأنا بعت لحضرتك على فكرة صور قبل كده على رقم الفيسبوك. على رقم الواتس الخاص بفترة الزراعة. قبل كده من الأسبوع الفاتح. طب اسمعني بقى. اتفضل. مفيش حاجة هترضيني أو هترضيك أو هنتفق عليها كلنا. الحاجة الوحيدة اللي كلنا نتفق عليها إن في تخطيط للمشاريع القومية دلوقتي، لأن حضرتك قلت لي الدولة بتصرف. النهاردة هو في تكامل، اسمعني أنا سمعتك ما قطعتكش خالص. النهاردة في ترعة بيتم تبطينها. بعد كده هيخش مرحلة أخرى اللي هي رصف الطرق المجاور ليها.
ارض زراعيه. نعم ده ارض زراعيه يعني ما فيش طريق اساسا؟ لا الطريق ارض زراعيه اصلا، ما فيش طريق اسفلت في اي حاجه اساس. انا بسال سؤال، يعني الترعه لازقه في الارض؟ ما هي في الارض زراعيه، من المشروع الارض بايظه جدا. الارض اللي بايظه دي ايه وضعها؟ مكانها فين؟ وضعها لان المفروض المقاول يجيب التراب يسوي بعد ما يخلص التبطين يردم الفرق اللي هو نص متر ما بين. المشكله عندك في النص متر اللي ما بين التبطين نفسه والارض صح؟ ايوه في الحته دي واطيه فبيعمل عمليه. طب كويس ان انا فهمت منك الجزئيه دي، حاضر. سيبنا هكلم. المفروض هو يجيب تراب يعالي يسوي المستوى ده ويسوي جليدر او لودر. وده صح علشان حتى حافظ على التبطين اللي تم تنفيذه، لان لو هو ما اتسندش هو لو ما اتسندش هينهار تاني. وده بدأ يحصل بالفعل. انت كلامك سليم، حاضر. انا النهارده هتحرك في ده عناية. ده في حاجه ثانيه. ايوه يعني معلش يعني سيبوه يا جماعه. ايوه من ايام السيل السنه اللي فاتت كانت حصلت نفس المشكله قبل عمليه التبطين، ورحت لرئيس المدينه بقول له عايز جريدر، فكلفني ان انا اقوم بالخدمه بالفلوس على حسابي الخاص، ودي طريقه عام. مع ذلك دفعت من جيبي وعملته مره واثنين وثلاثه وعشرة على حسابي، وبيمشي على الطريق المهندس الطريق ولا كان في اي مشكله، حتى مخرط سيل في مشكله لو قدر الله حصل سيل نفس المشكله الطريق ده هيتقطع، ممكن يبوظ مساحه كذا في الدان. حاضر. واللي عاوز يتصور حضرتك ممكن تيجي تصور. صور وابعت لي على طول على رقم الواتساب الخاص ببرنامج مصر كل يوم فقره الزراعه مباشر، ابعته لي. طيب ماشي، اشكرك يا فندم، اتمنى انك تهتم. لا اوامر. يا دكتور مصطفى، السباد البلدي الطريقه المثلى لاعداد كومه سباد بلدي اعمله ازاي؟ عشان هو ممكن ينقل لي مشاكل لو ما ايوه طبعا هينقل لي حشايش. ايوه احنا بنقول لما بنقول طب ناخد مصطفى الاول عشان ما يستناش. استاذ مصطفى من المنوفيه اتفضل. ايوه بيه اتفضل يا استاذ مصطفى. ايوه يعني ما انا قلت لك على المشكله اللي عندي. قلتها امتى؟ دلوقتي انا عندي، انا قاعد في جنوب سيناء. واخد ارض في جنوب سيناء، بزرع برسيم حجازي، الملوحه شديده. ايوه. الاقيه طالع حتت بؤر بعيده كده، يعني مش برسيم سادد بعضه. ايوه. ماشي. فانا سنة الدكتور بيتكلم عن الدريف، اشوف اي اسلوب لاكل بهايم. هو البسيم الحجازي ما يحتملش ميه مالحه؟ هي يتحمل لحد 4000 جزء. انت الملوحه عندك قد ايه؟ 7000 و9000. 7000 ده يزرع ايه؟ كتير. يزرع دنيبه. تزرع دنيبه او امشوط يتحمل. دنيبه او امشوط. دنيبه او امشوط. انت سامعني يا حاج؟ ايوه سامع. دنيبه او امشوط. دنيبه او امشوط. ايوه. طب وده يجيبها منين حضرتك؟ يجيبها منين هو في جنوب سيناء؟ لا الدنيبه ديت يعني للاسف احنا ما عندناش من الدنيبه دي والامشوط. الامشوط ده شركات. هتلاقيه. لا هيلاقيه في الحتة اللي بيكسر فيها الملوحه. الامشوط ده هيلاقيه في منطقه السرو ودمياط. طب احنا هنديله رقمك. ماشي. يديله منطقه رقم. السرو او دمياط الدكتور مصطفى بيقول لك، بس انا الاعداد هيدي لك رقم الدكتور مصطفى بحيث عايزك تتواصل معاه، وهو بصراحه انا بشكره على الهوا وما بيتاخرش على حد. الله يستر على معاد راجل محترم يا بيه. امين. الله يكرمك. بشكرك يا حاج. اكتر من سؤال على فكره، الموضوع مهم قوي. انا سالتك على الكومه السماديه. احنا بننصح في السماد البلدي اللي هو المزارع بيحطه قبل الزراعه، وقلت الكلام ده اكتر من مره، ان انا بحط سماد بلدي مكمور واحط تحت مكمور ده 30 خط. مكمور ليه؟ عشان ما يكون خالي من الحشائش، ما يكونش ما احطش انا ما نقولش بلوه من الارض، البلوه في الغيط. لا، انما انا باجي عشان اعمل كومه سماد بلدي بجيب السماد البلدي اللي هو بيجيبه من تحت المواشي او باي طريقه ما، وبكمره في الغيط، احطه واروح حاطط عليه شويه جير حي، او اروح مغطيه بالميه، احط عليه ميه بحيث ان هو يطلع دخان. لما يطلع دخان ده معنى انه يطلع، ارفع درجه الحراره داخل كومه السماد علشان اقتل بذور الحشائش الضاره. يبقى بعد كده، بعد ما يخلص المواد ده بياخد من 3-4 شهور، لما الدخان ده يهدى خالص ويبقى تمام التمام، اروح انقل السماد ده، يبقى انا قتلت على اللي موجود فيه. وبعدين انا ممكن اعمل سماد بلدي او سماد
من المخلفات اللي عندك، يعني عندك مخلفات فول، مخلفات قمح، مخلفات كذا كذا، بحط طبقة مخلفات من النبات البقولي ده مع طبقة من السماد اللي هو غير مكمور ده، وبعد كده أروح رشش مية، وبعدين بروح أجيب لها برضو جيركن من اللي فيها الام اي اللي هو ده، الام اي ده يعني بيترش علشان اقدر يعمل يخصب او مخصب حيوي، بحيث ان انا اقدر ازود الازوت في السماد واخلي السماد ينجح كويس قوي. وبرده طبقه كده وطبقه مع الرش، طبقه بقولي او طبقه مخلفات مع طبقه تربه، طبقه مخلفات مع طبقه من السماد اللي عندك، لحد اقلبه بعد شهر باللودر او باللودر بتاع الجرار او اللودر باي كان، وقلبه هتبص تلاقي طالع دخان جواه. من ساعه الدخان ده ما يطلع كده هتبص تلاقي الدخان ده بيقتل الحشائش الضاره اللي موجوده، تنقله بعد كده امن جدا في الارض، ما فيش اي مشاكل. استاذ محمد من القليوبيه اتفضل. استاذ محمد. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، اللي هي حشيش السودان ديت بتيجي في الاخر كده تصاب بصدع، ده ليه بقى؟ لا، حشيش السودان ما بتصابش بصدى. انت اولا انت ما بتديهاش فرصة ان هي بتصاب بصدى. اللي بيصاب بصدى اللي هو حشيش الفرس، اللي هو اللي بتيجي سواد كده في اوراق الحشائش. وعاوز اسأل حضرتك، ايه الافضلية في الارض الطينية ما بين حشائش السودان ولا الذرة الريانة ولا الدخن؟ ايه الافضل هنا في الارض الطينية؟ التلاتة زي بعض مساء، بس كل ما هناك ان حشيش السودان بتتحمل ملوحه اكتر من الدخن واكتر من الذره الريانه. انما انت بتحش تربيه الحيوان يعني. انت بتحش المحصول على 35 يوم بعد الحشه الاولى، فما بيكونش في فرصه ان انت النبات يصاب بصدى ولا غيره. وبعدين المحاصيل العلف لا تصاب لا بالحشرات ولا بالأصداء ولا اي حاجه، لانها بتتحش باستمرار. اول ما يظهر على اي حاجه انت بتحشه وبيطلع الرعوة الجديده، فما بتصابش باي حاجه. انت بس سمدها تسميد كويس، ولازم تسمد بالنسبه للنجيليات شوالين او شكارتين نطرات او 30 وحده بكل حشه، يا شكارتين نطرات يا شكاره ونص يوريا مع كل حشه، الحشه الاولى، الحشه الثانيه، الحشه الثالثه. هتبص يعني تلاقي انت بالنسبه لتغذيه الحيوان ما بين الثلاث انواع دول. نعم؟ ايوه، الثلاث انواع. ما فيش افضليه منهم في تغذيه الحيوان يعني. حشيشة السودان بتتحمل ملوحه الميه، لو الملوحه عندك عاليه ازرع حشيشة السودان. لو انت هي الفكره بس في طبيعه التربه، لكن ما فيش افضليه. لا، الافضليه لو انت عندك هتسيب الارض لحد الغله، يبقى خد ازرع الذره الريانه. الذره الريانه هتفضل تشتغل معك لحد نص 10. تمام. فالدريانه دي ودي للفدان 25 كيلو بدل 20 كيلو. تمام. بس في جور على خطوط، وتلاحظ عند الحش ان انت تسيب من 10 ل 12 سنتي فوق الارض، علشان ده اللي يطلع منه النموات الجديده. شكرا يا فندم. لا العفو. العفو. استاذ ياسر من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عاوز بمشي على حضرتك المصطفى الاول، دكتور مصطفى، وعلى سبق الكلام. والله احنا بنرحب بيك جدا. اتفضل قول لي طلبك يا فندم. على فكره انا قاعد بس بطلع حاجه، بس عايز اسال على لوبيا العلف، هي بتتحش وترب او بتنساب تجاوز؟ لا، لوبيا العلف بتتحش ثلاث مرات، او لو انت هتعمله للحش اول الحشه الاولى بس هسيب في لوبيا العلف. بقى انا بقول في النجيليات بسيب من 10 ل 12 سنتي، لوبيا العلف بسيب 20 سنتي عشان يطلع منها النموات الجديده. انما ما تحلقش لوبيا العلف من على وش الارض وتقول الدكتور قال لي حش وبعدين ما طلعتش. عشان تطلع اللوبيا العلف بتطلع ثلاث مرات، اول حشه بتاخد منها من بعد عمر كم يوم حضرتك؟ بعد عمر كم يوم اول حشه بتحشها؟ بعد 45 يوم. الحشات الثانيه بعد 40 يوم 35 يوم على حسب درجه الحراره والخدمه بتاعتك. فانت بتاخد ثلاث حشات بيبقى مجموعهم حوالي من 30 ل 35 طن لوبيا. انما النجيلي بتاخد من 60 ل 70 طن. طب بشكر حضرتك يا فندم. انا عايز توصيات سريعه لان الناس ما بتهتمش بالتسميد بالنسبه لزراعه الاعلاف. قول لهم كده بعض النصايح.
لا بعد التسميد في مع زراعه المحاصيل العلفيه عامه ان لازم اسمد مع ريه المحياه ادي نص كيماوي للحشه الاولى، يعني لو هدي لل 30 وحده ازوت ادي 15 وحده ازوت مع ريه المحياه، والنبات عنده من 15 سنتي 10 15 سنتي كده بديله دفعه، وبعدين ال 15 وحده الثانيه اديها في الريه الثانيه قبل الحشه، هينطر لي الحشه على طول. وبعد كل حشه اسيب النبات لما يبتدي النموات تطلع نموات جديده كده، اروح حاطط 30 وحده ازوت اللي هو الشكارتين نترات مثلا او الشكاره ونص يوريا، واروي بس اروي بحكمه ان انا ما غمرش الري قوي، ما غرقش النبات قوي، اخلي اطلب بالطلب كده، يبقى بوفر ميه وفي نفس الوقت النبات ما يتخنقش، او يعني الحاجه الوحيده النبات الوحيد اللي له قدره على استخلاص الاكسجين من الميه الرز، لانه بيكمل دوره حياته في الرز. انما لما لو انت زرعت قمح ولا زرعت اي حاجه وملاتها ميه، بعض الجذور بتعفن صح، مالوش القدره على، ما عندوش الماده الوراثيه اللي هو له القدره على استخلاص الاكسجين من الميه. فانا بقول له الري يبقى معتدل، وفي نفس الوقت ما تعطش النبات. لو انت ارضك موبوءه ما فيش مانع ان انت بعد ما تزرع محاصيل العلف النجيليه ارش بالجسابريم والاطرازين بعد الزراعه وقبل الري، مش هيطلع لك حشائش خالص نهائي غير النباتات العلفيه. وده طبعا البي اتش بتاعتها 15 يوم، انت بتقعد 45 يوم من غير ايه لما تحش، فبكون امن. وبعد كده لما بتيجي تحش وتروي بتبقى الارض نظيفه وزي الفل يعني الموضوع. وفي نفس الوقت كمان برضو ما انساش ان هو مع على 15 20 سنتي يدي للنبات ان بي كي، كيلو ان بي كي ب 30 جنيه هيفرق معاه كتير قوي، مع كيلو مغنيسيوم سلفات مغنيسيوم هتبص تلاقي خد خير كتير، هيزود الانتاج 30% على الاقل، وده شيء هيديني قيمه مضافه. يعني قيمة مضافة. يعني زود الانتاج انا مش يعني الاسمده اللي الدكتور مصطفى بيتكلم عليها دي حسبتها بسيطه جدا مقارنه بزياده الانتاج اللي هتحصل عندي بالمردود اللي هيتم. انت بتزرع اعلاف عشان توفر غذاء للثروه الحيوانيه اللي عندك للماشيه. انا قابلت ناس قدرت ان هي مشاريعها تكبر وتتوسع في تربيه رؤوس الماشيه من خلال الاهتمام بنوعيه الاصناف المنزرعه من الاعلاف. انا مش بزرع وخلاص، مش بجيب اي تقاوي مش عارف مصدرها ايه ولا هي معتمده، في ناس حتى مش عارفه الصنف ده اسمه ايه. فما بالك بقى لو انا اشتغلت صح هزود الانتاج عندي للضعف تقريبا، احنا محتاجين ده. لا وفي حاجه كمان عاوز اقولها للاخوه المزارعين، ان حشيشه الفرس اللي هي بتاذيهم دلوقتي دي ثمنها 38 جنيه في السوق. مع العلم ان المحاصيل المستنبطه في مركز البحوث الزراعيه وذاتها انتاجيه عاليه 38 جنيه، والذره الريانه ثمنها 25 جنيه. بشكرك استاذ الدكتور مصطفى عبد الجواد الاستاذ المتفرغ بقسم الاعلاف بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه، نورتني. الله يخليك يا استاذ سامح.